بين طموحي وضميري ضايع وبدي قرار، كيف في حدد مصيري، كيف كمل المشوار، كيف كمل المشوار، بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكذب او عادة التيار. ما بين طموحي وبين ضميري سابق يا ديني ضاع وقل الوفا، بتمنى لو ابقى انا ما يغيرني جفا. يا ديني شو فيكي وجع، صوت الظلم فيكي ارتفع، والضحكي عم تخفي طمع، فيكي الوفا محتار. بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكسب أو عاند التيار. آه انتفض، خلي عندك أمل، لو حاولوا يخفوا النبض ويعيشوك بملل. مهما العتم ولا الظلام، مهما الصمت ضايع كلام، بس قلبي دافي ما بينام، استني يجي نهار. بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكسب أو عارض التيار. ما بين طموحي لين تامر، شو قصتك انت من الصبح فيقتني مع انه لا عندي معهد بكير ولا عندي جامعة؟ شو؟ لا لسه بدي شوية وقت. شو يعني شو اسمع كلمتهم؟ شو بدهم يقولوا لي ليه؟ اكيد بوثق فيك. ماشي ماشي، بس خلص ما رح كتر اسئلة. ماشي، الله معك. باي باي. أنا آسفة بس يعني جاني تليفون. كان عيونك عم يحكوا ويضحكوا أكتر من تمك، مبين علي كتير. بتحبي كتير ما؟ بتعرفي شو؟ أنا من زمان عم بدعي هيك لربي إنه يبعت لي جارة تحس فيني وافتح لقلبي. ها؟ هي الله بعت لي إياكي. بدي مساعدتك من يوم ورايح. إيه؟ مساعدتي أنا؟ إيه؟ المرة الجاية رح أحكي لك قصتي، بس هلأ لازم أمشي. رح خلي القهوة والفناجين هون، إيه؟ لا تجليهم وتعذبي حالك، أوعى. طلعت نتائج التحاليل وطلع معها حمى مالطية. يا لطيف، ومنين اجتها هي كمان؟ لا تخاف كتير، عادة بيكون سببها الحليب مو معقم كتير ومو مغلي،
ومشتقات الحليب طبعا. ايه مزبوط، ام ادهم ما كتير بتدقق. ايه بس نحن على اساس بالضيعه وكل شيء طبيعي ونظيف. قد ما كان لك يا اخي لازم بهالاوقات هي الواحد ينتبه للنظافه والتعقيم، الامراض كتير عم تنتشر مثل الحمى المالطيه والتهاب الكبد، وكل هذا بينتقل باهمال الشغلات هي. سيد عبد المجيد معه حق، لازم تنتبهوا على هالقصص. انا رح اكتب وصفه للانسه نغام، شويه مقويات ومضاد حيوي وخافض حراره، وان شاء الله بتخرجوها بالسلام. طيب هلا شو ناوي تعمل؟ والله ما بعرف شو بدي اسوي، ايدي مربطه وضايع. الحق معك. طيب من شان الشغل ما تلاقي لك شغله تشتغلها؟ معك حق، مسيك. يلا بخاطر. وين يا مهون؟ لاقي لي شي بيعه، شي شروي، شي شغله استرزق منها. يلا بالاذن. مهونه الله ييسر لك يا حنون. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين. زينات انت كل زكاتك؟ على راسي. ها 200 ليرة. تفضل. مع السلامة. أمينة؟ أمينة؟ مريني مدام. شو وين كنتي؟ كنت تحت بغرفتي بس عم بحكي تليفون مع اختي، بدي اطمن عليها لانه وقعت بستان الزيتون وكسرت ايدها. بستان الزيتون؟ ايه مدام، يعني كلهم دقيقتين حكيت تليفون ولكني راجع على شغلي. شي حلو؟ الخدم قاعدين بغرفهم والمطبخ فاضي. بس يا مدام. ولا كلمة. انت مكانك بالمطبخ مو براته، واذا بشوفك براته. وهي دموع التمسيح مو علي، لا بقى تستفزيني لانه بزدك برا بالشارع. روحي من خلقتي. حاضر. انت ما فيك تتخيل قديش كانت هيك غليصة ايام المدرسة، ما تعرف تعمل شي. ابتدائي ما اغلصة. لك هلا كلي بعدين تضحكي. ناصر. لك ناصر. أمينة؟ أمينة؟ نعم مدام. ساوي لي فنجان قهوة واطلعي نادي لي جود خليه ينزل لعندي، بتكون سهام خلصت تدريسه. شو بكي ليش هيك واقفة بوشي؟ وين عم تصفني؟ روحي من خلقتي. حاضر. طبيعي بتبقوا رعاع. يا رب دخلك نشوف كل هالذل والإهانة. السبب ذل اللي سببه بدون سبب. يا الله ما لي غيرك، انت ما بترضى بالظلم. يا وسهلا.
بابا. أهلا وسهلا. تفضلي. تتجوزيني؟ يلا يا نغام شدي لي الهمة وتعافي لأنه قربت الامتحانات. والله يا عمو أنا جاهزة للامتحان لو كان بكرة، بس شو فايدة هالدراسة؟ كلها رايحة على الفاضي. أوف، شلون على الفاضي؟ بابا مانو قبلان إني كفي بالجامعة، بتعرف الحياة عنده ضيعة وبس. لا هذا الكلام ما بيجوز بنو. وماما وأدهم هيك عم يحكولو، بس هو ما بيأمن يبعتني على المدينة لحالي، مستحيل يخليني اسكن بسكن الطالبات. اخ منه هذا اخي عقله ما بيتغير ابدا. اسمعي شو بدي اقول لك، وهذا الكلام اللي بدي اقول لك اياه تحطيه حلقة بإذنك وحياة عينك، اذا بتنجحي وتجيبي علامات طب غير خليك تكفي وعلى ضمانتي انا. عن جد عمو؟ شو عن جد؟ عن جد الجد. ليش قليلي يطلع من عائلتنا دكتورة؟ الله يخلي لي اياك يا أحلى وأحن عم بالدنيا. أنت هون أخي؟ إيه أخي، الحساب واصل، أموركم كلها جاهزة، والشوفير تحت عم يستناكم مشان يوصلكم. كتر خيرك، والله ما بعرف شو بدي أقول لك.
الله يحفظك يا أبو جود ويحفظ لك عيلتك يا رب. الحمد لله على العافية يا عمو. الله يسلمك يا عمو. عطولي بالكن عليها. أكيد. أكيد ولا يهمك، أصلا أنا وأبوها ما بنقدر بدونها، خاصة بعد سفر إدهم ما قلنا غيرها. ها نحن التهينا بالدكتورة المستقبل ونسينا نسأل على إدهم. تعال معي أبو إدهم، نحن نازلين نحكي سيري وعاوزك موضوع تاني. تفضل. على راسي. شرف. الله معك عمو. الله معك. الله معك. والله عمو ما في منه. ايه والله ما في منه، بس ماله حظ. شو قصدك ماما؟ ولا لانه مرته مانا منيحة معنا؟ معنا؟ ان شاء الله تكون منيحة معه، والاهم اذا كانت منيحة معه. كأنك بتقصدي شيء او عم تلمحي على شيء. خليني نضب هالاغراض، هلا بيجي ابوك بلا ما نتأخر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبسوطة 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 طاير عقلي. يعني لو بدي اتخيلها ما كنت قدرت اوصل بخيالي للشيء اللي عملت لي اياه. هذا اللي بدي اياه حبيبتي، انك تكوني مبسوطة وفرحانة. تامر بحبك كثير. حياتي قبلك كانت ماشية بس بلا طعم وبلا لون. هلأ كل شي صار طعمته سكر. رح بلش اخجل. لا ما بيهون علي. تكلفت كتير ما يعني الخاتم والفستان والترتيبات. لك شو بدك بالقصة؟ بس إذا بلاقي معك 1000 ليرة لآخر الشهر بتكوني فضلتي على راسي. أضعفينا. يلا بدك شي؟ سلام. تصبح على خير. تلاقي الخير. وظن الحب الكل أصحابه. وارف الله الله. إيش هذا وقان ها؟ اسكتي لي فصعونة. لا تقلي فصعونة. ايه لا فصعونة ونص. يا الله امي تعيني يا ايهام. لك والله ما اصغر من عقلك غير عقله. انت علينا ام ايهام، انت علينا. تعي لشوف سكي. تعي شب رأي فيها. يلا الله لا يحرمني منك. ايه تعي دخيل المبسم. انا حكي لك اختي. تسلم. عمره ما حديرها. والعشقين دابو. يلا درسي درسي درسي، عم تقلي حالك انت. يلا يلا. إذا حبيبك تور البس له أحمر. طالع بدل تيابي. كيف رفيقك الأجدى؟ ليش هيك عم تحكي؟ شو قصدك يعني؟ إيه لا بدك ترحمي حالك شوي وتهدي على صحتك لأنه ما حكينا كشي. ما حكيتني شي؟
هيك يعني عادي انت عندك هذا الحكي؟ هذا المنطق عادي؟ ليش هيك عم تتمسخر على العالم؟ تعي امي تعي شوفي بنتك، هي جنت على الاخر. ولك شو بكون شو صار لكم؟ بعدين انت ليش هيك عم تحكي على خلية الله؟ مو حرام؟ شو حرام ما حرام؟ ماما المشكلة مو بالشاب، الشاب بجنن وبيطير العقل، بس المشكلة بابنك، بمنطق اللي انقرض من زمان ما في غير بيتمسخر على العالم، انه هو شو؟ الشاب اللي بيتمسخر على العالم، خلص هذا الحكي من زمان يا استاذ. ولك شو بكي ما عاد سكتتي؟ رئيسة منظمة حقوق الإنسان ورعاية الحيوان. خلص هاي ما زودتيها. خلص انت! يعني شو صار لهلا؟ شو قالت له؟ قالت له ما رح يلومك من الحب جانب. يا خي مسعود حبيبي شو رأيك بابن خالتي؟ رواء الرواء حبيبونا. لك وين مخبي عندك الفترة هاي؟ لك مالي بخبي ولا شيء، بس هو ماله بأجواءنا. ايه أخي أنا مالي بهالمرض عمي، تجارة المخدرات ما فيها مراجل بنوب، يعني بعشر ثواني بتصير ببيت خالتك. وكل الله يا زلمة، شو تجار مخدرات؟ نحن شكلنا شكل تجار مخدرات. شوف شو بده لك حبيبه، التجار عايشين فوق فوق، ايه مثلنا يا حسرة، عم نبيع كم غرام بشي حفلة بشي سهرة. نحن صيصان صغار عند التجار، ايمتى ما بدهم يفعسونا. الله يرزقكم عمي، الله يرزقكم. بالنسبة لي انا مرتاح بشغلي وما بدي غيره. وحبيبنا شو بيشتغل؟ انا بشتغل مع زلمة مهم كتير وواصل كتير كتير ودعمني الدعم العجيبة. وهذا الرجال بيعتمد على ابو خالتي بكل شغله. احترامي معلم. ايه بتأمر امر على عيني، من بكره الصبح بكون مزروع عندك زرع. لا ولا يهمك معلم ولا يهمك، الصورة حافظها براسي ولا يهمك بنوب. تأمر أمر. أي لا معلم لا، ما رح يكون في مجال للغلط بنوب. أنا غلط قال الغلط قال. أي على عيني. تأمر أمر. أهلين معلم، يخلي لنا يا حبيبنا. عراسي معلم. أهلين الله معك الله معك حبيبو. يعني بلكي بتحكينا مع معلمك لإلي شي شغلة عنه، لأنه بعد آخر مرة لقط فيها وتبهدلها ما عاد بدي هالشغلة بنوب. لك بهدلتنا هالشغلة والله العظيم بهدلتنا. إيه ليش لا؟ تأمر أمر، بس يطلب أنا هرشحك. وأحلى دمع الشاي لحبيبه. تفضل حبيبي تفضل. ألو كيفك حبيبتي؟ منيحة أنا. متأكدة إنه منيحة؟ إيه متأكدة. ليش؟ لأني مو حاسس بهذا الشيء. إيه لا ما تأكل هم، لكن أنا بدي أنزل على المعهد شوفك هون يكون نحكي. إيه فكرتك عم تدرسي؟ ايه هو انا كنت عم بدرس.
بس طبيعي ما تفوتي إلا وقت استراحتي. شو بكي ماما؟ بعيني مو على بعضك منوم. ما فيني شي ماما. ليكون من مشكلتك مع أخوك مبارح، بصراحة أنت زودتيها كتير، ضليتي تحكي معه لحتى صرتي كأنك أنت المتعدي عليه. ماما ماما مشان الله أنت مو فهمانة شي. شو الشي اللي لازم أفهمه؟ ليلي اسلوب ابنك غلط وانقرض من زمان. كأنه شو عم بحكي؟ خلص أنا نازلة على الجامعة أجيب محاضراتي لأني رح طق. إيه؟ عندك كذا نوع لفتحة السكين السبعة عندك؟ شوفي وينه؟ شفت. امشي امشي. هاي مالنا بدك هاي مركز داب أبوك. شو يا أستاذ؟ وينك أنت؟ ولا صحيح ليش عم بسألك؟ أنت ما وراك شي لتتخرج، خليك هيك مبرد قلب. أوف 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 أوف. وليش ضايجة علينا كل هالقد؟ أوهو بلشوا فك الشباب. شرفي بعد شرفي. شلون ما بدك يعني دوج؟ هي آخر وأهم محاضرة بهالسنة وأنت ولا همك. يا حبيبتي ما أنت حضرتي؟ خلص كأنه أيام حضر. لا أنت عن جد مو طبيعي. ايه علينا، بروح على البيت بيستلمني ابو ايهم، بيجي لهون تستلميني حضرتك. شبكون امي، خلينا نروح شي مشوار نغير شكل امي. ايه لا ما حذرت، انا بدي روح على البيت وبدي كفي دراسه وناوي اترفع للسنه الرابعه مو مثلك. وبعدين بيجي ابن رفيق من رفقات بابا وبيخطبني، وبس اتخرج بيتجوزني. والله برافو برافو، ما شاء الله عليكي، مخططه مستقبلك منيح والله. والحيط هاد شو موقعه من الاعراب؟ حبيبي وعمري وحياتي، بس انت ما فتحتني بالموضوع. عفوا الموضوع شو؟ ارتباط خطبة. لك يا ايفا يا ايفا، هذا منظر واحد خرج ارتبط؟ شو يعني؟ عم تتسلى فيني؟ هلا هذا اللي فهمتيه من كلامي؟ شو هان؟ شو؟ شو هان؟ شو في؟ قربي لشو؟ كأنه في ايهام احنا بالجامعة. ايه شرفي قدامي لكان عشان ما اكون بالجامعة. يا ستي ومع هيك تأخرتي حضرتك. يعني لو اليوم مو آخر يوم دوام ما كنت اجيت شفتني. بصراحة سارة أنا مليت من هالعلاقة الباردة. هيك بحياتنا لا رح نتجوز يا ستي ولا حتى حنتقرب من بعض. كيف يعني مليت؟ سارة أنا بحبك، بحب أعبر لك، بس أنت ما عم تفهم أو أنت ما بدك تفهم. شو ما بدي أفهم؟ شو ما بدي افهم؟ بيصير ما بيصير، بدي ما بدي، هيك ما يعني كل العلاقه صايره اسئله واستفسارات. شبك كيف يعني معتز؟ ما عم فهم عليك. خلص ساره انا بهذا الموضوع ما عاد احكي. بدك تحبيني وتثقي فيني وتتركيني اتعامل معك مثل ما بحب انا، ضلينا مع بعض. ما بدك خلص هاد خيارك. ولا تخافي يعني هذا الشيء ما لح يأثر على مستقبلك وطموحاتك العظيم. أنا وعدتك أني ساعدك وبعدني عند وعدي، حكيت مع المخرج لح يخليكي تصيري نجمة كتير مشهورة. عن جد عم تحكي؟ يعني حتى إذا تركنا أنت رح تضل معي؟ ما كنت بعرف أنك بتحبني كل هالقد. لك طبعاً بحبك كتير. آخ في شغلات كتير ما بتعرفيها ولازم تعرفيها. شو كيف لقيتها طيبة؟ ايه والله طيبة. بس شو قلتي لي اسمها هي؟ يهي علينا، فرانشيسكو. فرانشيسكو ايها مالا صعبة. فران فران شي شي سكو سكو فرانشيسكو. ايوه ايه بحافظها بعرفها. شو فكرتي؟ لحظة لا تحكي ماما. الو اهلين روحي كيفك؟ اهلين ماما. خلصتوا استاذ؟ شو وينك انت؟ شو بتحبوا تاخذوا شي ثاني استاذ؟ لا خلص كله تمام. بيبسي بيبسي. شبك ما عم تردي؟ صوت مين هاد؟ قاعدة بالمطعم مع رفقاتي. رفقاتك مين هنين؟ خلص بعدين بقلك، بس ارجع. قومي ارجعي فورا. الفحص على البواب وحضرتك عم تدوري من قرنة لقرنة. ماشي ماني مطولة. ماشي باي. لك شو صار لك انت؟ ما عاد عرفت تسكت؟ شبك شو في؟ ماما سمعت صوتك، ضروري تحكي. ايه وشبك شبك؟ شو حكيت يعني؟ شو بدك يعني اخرج عشان جناب حضرة امك؟ جناب حضرة امك؟ لا حلو الحكي كتير.
يا الله. إذا سألتني هلأ شو بدي إلا؟ ما بعرف، خلص قليلة طلعتي آخر مشوار مع رفقاتك والجرسون كان عم يحكي، شو بيعرفني؟ بالله هذا الحكي بده يمرق على بوسينا خانو؟ ما بعرف، خلص دبري حالك. بعدين أنا كنت مفكر عيلتك يعني كتير open mind. إيه لا لا تخاف حبيبي، ما يغرك الظاهر، أنا أهلي ترباية ضيعة وما بيحبوا الزحلة بنوب. طلب الحساب خلينا نمشي. طبعا أنت مو فارقة معك، قاعد بدك تتسلى. هيك عم تحكي معي؟ ولا كلمة ولا كلمة، خلي بوسينا ترفعك. يلا خير، ليه عم تطلعوا؟ خلص ها؟ So this is imaginary. This is reality. Teacher. Yeah. It's time. Okay. See you next time. Okay. Thank you. Thank you. You are welcome. منيح ذكرتي. شبك قلنا شو صاير معي؟ طول الحصة بالي عندي. أنا بدي أفوت على الحمام. تامر، معلش ساعدني بهدول بليز. والله شوي وبرجع. معلش. شو خليص؟ مرحبا. كيفك يا زان؟ هلا. بدي احكي معك موضوع. ما عليك؟ اوكي. ما طول حالك. كيفك؟ تمام. كيفك؟ منيحة. شو حالك؟ حضر شو؟ اليوم رفعت المادة. كذا؟ والله. كثير منيح. يا لا بابا. كثير منيح هالكلام. وانت امتى رح تترفع؟ أهلا وسهلا فيكي إيفا خانو. في مجال ما تحاكيني بهي النبرة؟ في مجال ما تتفزلكي علي وبتعرفي إنه وصلاني معي لهون؟ كالعادة حدا معصبك وجعب عليك تتفششي. خلاصي ولي، لا تفوتيني بدوكي. وين كنتي ومع مين؟ عم تحققي معي؟ قلت لك عم بتزهرم مع رفقاتي بالمطعم. لك لا ترجعي علي بهي الطريقة. أنا ما ربيتك هالترباية بس كرمال تردي علي بهالطريقة. كيف تحبي رد عليكي؟ وعن أي ترباية عم تحكي؟ ما كل عمرك عم تفصلي بينك وبين أبي، بيني وبين مضر وجود. شو هالشتات هاد اللي معيشتينا فيه؟ والله أنا بعرف الأم بتلم بالطب. طيب انتي شو؟ بالفعل بالفعل عن أي ترباية عم بحكي، وبكل وقاحة عم بتكذبي علي بعيني. لك انتي مالك خايفة أبوك يعرف إنك صايعة وعايرني فيكي؟ ليش أنا بنتك لحالي؟ مالي بنته؟ خلصي! شكراً بوسينا خانة. الله يلعنك يا ناصر، الله يلعنك يا حفيظة. يخرب بيتكم. من حالكم؟ خير مدام خير؟ شوفي حلي علي. خلصنا بقى حاجتكم. قال انا ما عم بسال عنكم، انتوا اللي ما عم تسالوا عني. نحن شوف له الكلام يا زلمه. خلص اخي اعتمدوا. امين. شو بدكم؟ حاضر. انت كل مره نفس الحركه، اعتمدوا وانا جاهز. ابو الهيم الله يرضى عليك، هالحركات مو علينا. وين عم تغلط لك صحيح؟ وين غلط الهيم؟ وين اخي؟ شو بيقول لك المثل؟ محل ما بترزق الزق. حلو، الله يسمعنا الاخبار الطيبه. هيمو لك قول له شو مخبي علينا يا ابو الهي؟ لا لاني مخبي ولا شيء، بس هي شو بدها عاده رواق وبدها صفنه. بعدين صار لي ساعه لكم فوتوا، انتوا اللي ما عم تفوتوا. اصلا حبيبي انت ما بيحلى لك تعزمنا الا وقت يبلش شغلي. لا روحي هلا بتبلش ورديتي احسن منك ومن سهرتك. خلاص اخي بكره لكم عندي عزيمه مرتبه، احضروا بيحضر واجبكم. ايه هذا الحكي اللي بينسمع. هذا هو الحكي. يلا تيسروا.
سلام هيمو. الله يسعدكم. الله معكم. الله يلعنك ويلعن السعر اللي شفتك فيها. شبيك اليوم جيتي متأخرة على الدرس وما شاركتي، وبالبريك رحتي على الحمامات وما رجعتي لخلص البريك، ولا عم حكيكي وما عم تردي، فيني افهم شو صاير؟ صدقني ما في شي، بس أكل هم الفحوصات. حاسة حالي ما رح أقدر أوفق بين دراسة الجامعة وفحص المعهد. هل هي كل القصة؟ لكي موضوع المعهد انسي، ركزي لي بفحصك لأنه هذا أهم شي عندي، ومشان الكورسات خلص وقفي وأنا بوقف، بس تخلصي فحص بنرجع بنكمل سوا. خيلو اللي كلامه بيريحني، بكفيني انك واقف معي وجنبي. حبيبتي انا دائما جنبك ومعك، بس ما بدي اشوفك بالحالة مرة تانية. ماشي يلا باي. باي. روحي خلاص عيبها تفضحنا. خليك تبوسي رجلي يا بنت البيك. أعمل الخطوة كتير منيح. كيف وين يا أيام؟ كيف؟ ابو غازي كالشاي. يا على عيني اهلي يا ابو ايهاب. وهي احلى كاسه شاي لاحلى ابو ايهاب عمي. تفضل. سلم اليدين. سجلها على الدفتر لآخر الشهر. على راسي يا أبو أيام، على راسي. صحتين وهنا على حسابك. أبو غازي. أمر. حبيبنا اللزام، من فضلك شوي. إيه على عيني. امور عمي. امور. قلت لي يا أبو أيام، هذا ما كان يشتغل بزمانه شرطي سير؟ هو بذاته.
والله هو زلمه درويش ادمي مشحر ودغري بعيتك جيب لنا فنجان قهوه على راسي من فوق لك احلى ابو غازي لك على راسي اهلين بالشباب ابو غازي شيخ الشباب اهلين اهلين سهلين يلا الله حيه الكبير شلونه؟ لا شفته سيد راسي شفته وعرفته هو بذاته عرفت عنه هيك معلومة صغيرة على عيني بأمرك يا كبيرنا سلام سلام علي بنقطع عنك من لما شفتك ما شفت غير الكوابيس خلص فأسي بدي قرار كيف في حدد مصيري كيف كمل المشوار كيف كمل المشوار بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب استسلم وعيش الكسب او عاند التيار ضمير أتمنى لو ابقى أنا ما يغيرني جفا يا دني شو فيكي وجع صوت الظلم فيكي ارتفع وتحكي عم تخفي طمع فيك الوفا محتار بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب استسلم وعيش الكذب أو عارض التيار ما بين طموحي